لهايدي عندما عرضوا علي ذلك لم أصدق سمعي، إلا أن كل شيء جاهز الآن. هايدي ينتظرها مستقبل باهر يا عما. إن شخصا بين كل مليون شخص تتاح له مثل هذه الفرصة، هل تعرف ما هي؟ طبعا لا تستطيع ذلك، ولكني سأشرح الأمر لك بعد قليل. لا تفزع، فالمسألة تشبه الحلم. الشخصان اللذان أعمل عندهما لهما صديق في فرانكفورت، هو من أغنى الناس في تلك المدينة. فالسيد سيسمان رجل أرمل، له ابنة عمرها 12 سنة، اسمها كلير. هذه الفتاة المسكينة لا تستطيع السير، ولهذا تبقى أسيرة في البيت. لم تنتهي بعد، وإليك الباقي. لو حدث شيء لكلير وهي الآن ضعيفة ونحيفة جدا، فقد يتبنى والدها هايدي، وهكذا ستصبح فتاة غنية. أليس هذا رائع؟ مستقبل هايدي متعلق بموافقتك. أرجوك أرجوك أن تكون منصفا وعادلا مع حفيدتك، فهي بحاجة إلى مساعدتنا جميعا، وإلا فقد تضيع في هذه الحياة الصعبة. هل لديك شيء آخر تقولينه يا ديدي؟ ما بك يا عما؟ هل كل ما قلته لك ليس كافيا؟ لو أن هذا الكلام قيل لغيرك لعبر عن شكره وامتنانه وسروره لهذه الفرصة التي أتيحت لهايدي. إذن قولي هذا الكلام لغيري، فأنا غير مقتنع بهذا كله. هذا كل ما لديك لتقوله؟ حسنا استمع إلي. هايدي بلغت 8 من عمرها، ومن الأفضل لنا أن نفكر بمستقبلها. إنها لا تعرف القراءة حتى الآن، الجميع يقولون ذلك. أنت لا تريدها أن تذهب إلى المدرسة في القرية، فلماذا؟ حتى سكان القرية يشعرون بالقلق نحو هايدي، ويقولون بأنها ستصبح عديمة الإدراك لأي شيء. أنا مسؤولة عنها، لا يمكنني أن أتركها بهذه الحالة. إذا هيا وخذ الطفلة إن استطعت يا جيدي. ومن يستطيع أن يمنعني من أخذها؟ فكر قبل أن تقول هذا. إذا رفعت قضية عليك فسأربحها أنا. اسكتي يا امرأة، خذي هايدي إلى أي مكان تشائين. هل هايدي؟ ولكن لا تعيديها إلى هذا البيت على الإطلاق، هل سمعتي؟ فأنا لا أريد أن أراها يوما ما توجه مثل هذا الكلام لي كما تفعلين أنت الآن، وكأنه لا عقل في رأسك إطلاقا. أيتها المرأة الهرجاء، هل سمعتي؟ أخرجي من هنا ولا تعودي. هيا. حسنا، والآن هل أخذها معي؟ الجواب عند هايدي، فاسأليها. القرار في هذا الشأن ليس لها، ومع ذلك فسأسألها. سترين يا ديدي. طبعا ستقبل الذهاب معي. يا هايدي استعدي، فسنذهب إلى فرانكفورت حيث ستكونين في أمان أكثر من هذا المكان. إلى فرانكفورت يا هايدي.
إلى فرانكفورت. فرانكفورت؟ قال لي جدك إنه بإمكانك أن تأتي معي. جدي قال ذلك؟ نعم. إذن لا أريد أن أذهب معك. هايدي لا تكوني حمقاء أيتها الصغيرة، عندما تشاهدين فرانكفورت ستحبينها، أنا متأكدة من ذلك، ثقي تماما أنك ستحبينها. أفضل البقاء هنا. كيف تتأكدين من ذلك؟ فرانكفورت مدينة جميلة وكبيرة، ستشاهدين فيها العمارات العالية الكبيرة والشوارع العريضة، فضلا عن الكثير من الأشياء المهمة الأخرى. في حال وصولك إليها ستقررين عدم العودة. لماذا؟ لا أريد على الإطلاق. ولكن لماذا؟ لأنني وعدت جدة بيتر بأنني سأراها كل يوم، فهي عمياء كما تعلمين، وستكون حزينة إن أنا ذهبت من هنا. بإمكانك أن تزوريها عندما تعودين يا هايدي، كما بإمكانك أن تحضري لها معك هدية. هدية؟ سأحضر لها معي بعض الخبز الأبيض. بيتر يجب أن يكون الآن في المدرسة، ولكنه يفضل التجول في الحقول بدلا من المواظبة على دروسه. مرحبا هايدي. بيتر. إلى أين أنت ذاهبة؟ إلى فرانكفورت مع عمتي بيبي. ماذا قلتي؟ فرانكفورت؟ نعم، سأزور جدتك قبل أن أذهب. لا يا هايدي، لا يمكنك الذهاب الآن، هيا بنا. ولكن الجدة تنتظر زيارتي كل يوم. ستزورينها عندما تعودين إلى هنا، أما الآن فهيا بنا. هايدي، متى ستعودين؟ بعد فترة ما يا بيتر. بيتر ألقى ببعض الحطب على الأرض، هذا كل ما في الأمر. لقد أفزعني. هذا عمل غير لائق. في العودة. أسرعي. نجحت أخيرا. وقلت سأنجح. عمتي ديري هيا بنا نسرح. حسن جدا، سنسرع. إننا في عجلة من أمرنا يا بابي. وداعا. أنا مسرورة.
وأنا أيضا ستعيش غني سعيدة. أنا سعيد بوجودك. هل تريد أن تشاركني الطعام؟ لقد أكلت. عظيم. يا عم، كم من الوقت ستبقى هايدي في فرانكفورت؟ قل لي، هل تعلم متى ستعود؟ ألا تعرف متى يا عم؟ لا، لست أعرف متى ستعود. أرجو أن يكون ذلك بسرعة. هايدي لن تعود أبدا يا ولدي، لن تعود أبدا. أبدا؟ لا أستطيع أن أصدق عقلي، لا أستطيع.